أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا القسم الثاني من الجزء الأول من بين حلقتين خصصناهما لعرض ومناقشة عينة من مشروعات التخرج في قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي مشروعات في مجملها متميزة وتدعو إلى الاعتزاز والفخر. اسمحوا لي في بداية هذا القسم أن أرحب بالأستاذة سارة محمود، المعيدة في قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام، وإحدى المشرفات المباشرات على عمل الطلاب أثناء مشاريع. المشروع الذي أشرفت عليه الأستاذة سارة كانت المخرجة المنفذة له رضوى عبد العزيز التي تجلس إلى يسارها، وهو ببساطة فيلم عن طفل يمتهن جمع القمامة، لكن طفل فريد من نوعه. مش عايز أتكلم عنه كتير، عايز الفيلم هو اللي يعني يقدم نفسه بنفسه، لكن في نفس الوقت أعيد الترحيب أيضا بالأستاذ الناقد الفني والصديق طارق الشناوي الذي سيشاهد معنا هذا الفيلم. والفيلم كما ذكرنا اسمه الملك، ومدته حوالي ربع ساعة تقريبا، 12 دقيقة، وهو من إنتاج مجموعة من الطلاب عددها حوالي 6 7 اللي كان انتاج، واحنا بنتكلم كده وهم برضو اللي انتجوا طلعوا من جيوبهم عشان ينتجوه. يبدو ان هي قصه متكرره. خلونا نتفرج على الفيلم مع بعض ونستمتع. انا شخصيا استمتعت جدا بالفيلم اللي جاي، ارجوكم تركزوا فيه، هتشوفوا شخصيه فريده من نوعها. غريبة هي الحياة فيما تفعله بنا من مفارقات، فمساء نلقي بها خارج منازلنا معتقدين بذلك أنها النهاية، ولكن سرعان ما تتلقاها صباحا أيادي أخرى صغيرة تلهث وتحلم بما تجود بها من نعم وخيرات، فنحن نتخلص منها ونغلق أبواب بيوتنا وراءها لتفتح بها بيوت أناس آخرين، فتمثل لهم لقمة العيش والحياة بل والرغد أحيانا. تراه دائما ما ينظر أسفل قدميه، ليس لقصور طموحه أو لشعوره بالخجل من شيء ما، وإنما لأن الثروة التي يبحث عنها تكمن حقا تحت قدمي. أنا اسمي عرف وعندي 10 سنين وبلم زبالة، بس أنا مش زي أي زبال عادي. الزبال العادي بيروح يلم الزبالة بكل سهولة ويبيعها أو يحرقها، إنما أنا بغطش وبعوم في قوام زبالة كتير عشان أطلع لي بشوية أزايز. أنا مفيش حد في عيلتي شغال الشغلانة ديت، أول واحد يشتغلها كان أخويا وعلمني إزاي، وعلمهاني وعلمني إزاي أخد بالي من الإزازة عشان مفيش إزازة تدخل في إيدي أو في رجلي. بس أنا مرة اتعورت وتعويره كانت جامده قوي في ايدي ومعرفتش اطلعها. واول ما نزلت كان مع اخويا على العجله، واخويا هو اللي علمني، وشويه شويه بقيت اتعلم لوحدي واتعلمني الفرز. انا اول يوم نزلت في الشغلانه ديت كنت خايف وقلقان، كنت خايف لما اعرفش فيها، وكنت لما بخش على الزباله بقرف من ريحتها، انما بعد كده اتعودت
خدت عليها لما لقيتها بتجيب لي فلوس كتير. الحاجات الصغيره اللي هي عند الناس ملهاش قيمه، بس عندنا بتجيب لي فلوس كتير قوي، ببيعها وتجيب لي فلوس كتير قوي. بالنسبه للمدرسه انا كنت طلعت منها وانا في سنه رابعه ابتدائي، كنت شاطر قوي فيها، واهلي كانوا يفكروني هطلع حاجه كبيره، دكتور او ضابط او مهندس، بس انا ما كانش نفسي في كده. انا كان نفسي اطلع يبقى عندي كتاله او كساره وابقى المعلم. فانا كان امنيتي ان انا اعلمه تعليم حلو، بس تعليم يعني برضو احنا يعني دخلنا محدود مهما يكون، يعني هيكون تعليمنا لغايه فين؟ يعني دبلوم، دبلومات النهارده بقى لها من 80 ما تعينتش، في دبلومات النهارده من 80 ما تعينتش من سنه 80. فلذلك ان انا وافقت اعرف على انه لما لقيته هو ملوش رغبه في التعليم واللي عنده رغبه من الشغلانه دي فيها بيكسب منها، قلت هو يشتغل فيها هيعمل لنفسه حاجه برضه، والحمد لله ربنا وفقنا برضه عملت له حاجه. يعني انا اخويا مره قال لي ان في مدرسه في المنشيه للزبالين اللي زيي، وانا بس انا مش عايز اخشها عشان انا بعرف اقرا واكتب وهم هيتحكموا فيا. احنا هنا عندنا الولاد عددهم 150 ولد، كانوا بيروحوا، في منهم اللي كان بيروح من مدارس، وبسبب المعامله في المدارس هناك في بيبقى شد شويه وكده، فاضطروا يسيبوا المدارس ويقعدوا في البيت، وفي منهم اللي هو مش قادر على انه يخش مدرسه. فالولاد دولت احنا بنعمل لهم زيارات في البيت، وبيجوا المدرسه عندنا هنا بيتعلموا، بيجي لهم دخل من وراها، منهم التعليم ومنها دخل. المدرسه هنا فيها خمس برامج، في محكوميه وفي منصوري وفي كمبيوتر وفي صحه، في حاجه اسمها اعاده تدوير اللي هي بسببها بيبقى في زياده دخل. اعاده تدوير ده متفقين مع شركه بروكتر وجامبل، بنلم كل عبوات الشامبو والاولاد بيلموها عندهم من المنطقه ويشتروها بكيلو، هنا يجوا يسلموها في المدرسه بالعبوه. كان المنتج بياخدوا العبوات دي وتتعبى اي منتج تاني، فبيحصل بقى الموضوع غش التجاري، بيحصل اساءه للشركه. المدرسه حلوه بس انا ما احبش ادخلها عشان احب ابقى حر لنفسي، واللي اكسبه ما حدش يقاسمني فيه. انا اللي خلاني احب الشغلانه ديت اني ببقى فرحان مع اصحابي، وفي نفس الوقت بحب الدنيا تبقى نظيفه، وفي نفس الوقت بكسب منها فلوس. انا في ناس بتعرف مني وانا ماشي في الشارع وبيبعدوا عن سكتي، انما انا مش زعلان من ده، انه عشان هم اللي مش فاهمين الموضوع ان انا بحل لهم مشكلتهم وبرمي لهم زبالتهم. الحاجات البلاستيكات الصغيرة دي بعد ما ببنى الشوال ده بروح بدي المعلم، بكسب في اليوم 15 أو 20 جنيه. وأنا بحبه قوي ونفسي أبقى معلم زيه وأبقى المعلم على كل عيال. اعرف ادور لك كويس، ونفسي يعني يبقى حاجه، يبقى معلم. يعني بيجيني خمس اطفال مثلا في اليوم،
يعني بجمع حوالي مثلا 50 كيلو في اليوم. بتروح لمؤاخذة تاجر بياخده وبوديه كسارة بيتصنع تاني من جديد. أنا نفسي يبقى عندي كتالة زي اللي عند المعلم، و قال لي لو جبت الكتالة هتكسب فلوس كتير. الكتالة دي تحط فيها بلاستيكات تنزل سايحة من الناحية التانية. اسمي عزوز، عندي 16 سنة. أنا شغال على الكتالة دي. أنا الناس بتلم الزبالة من بره، بولع فيها بكتلها وطفيها بالمية. في تجار بتجي تاخدها، التجار دي بتحطها في الكسارة تتكسر، سفلته بقى الطريق. أنا أكتر حاجة بتضايق منها الدخان والنار. مش نفسي ابقى ظابط ولا دكتور ولا مهندس. انا عايز ابقى عندي كساره او كتاله واشغل العيال كلها عندي واديهم فلوس كتير واكسب فلوس كتير وابقى انا زي ده الملك.